اخواتي عاملين ايه؟ كان في لعيبة نزلت جديد، وانا طبعا ما ينفعش لعيبة تنزل جديد من غير ما اعمل لكم عنها فيديو ونشوفهم سوا كده، وانا اول مرة اشوفهم معاكم، يعني اول مرة كده في اول فيديو ده انا هشوف اللعيبة معاكم، يعني انا ما شفتهمش. اول ما عرفت ان هم نزلوا كده على طول رحت قلت ايه، لازم اصور فيديو ولازم كده نشوف اللعيبة سوا. تعالوا كده، هو عبارة عن اللعيبة اللي كلها الطقم 107 اللي فوق دي، لعيبة الابطال، فتعالوا كده نشوفها ونحذر ونشوف الدنيا بتاعتهم. اول واحد الار دبليو ده، نشوف انظامه مبدئيا بشكل عام. طاقته حلوة قوي، طاقته حلوة قوي وسرعة حلوة قوي والتحكم بالكورة، فده اصلا هيتحكم بالكورة كويس. غير ان هو هيتحكم بالكورة كويس، هو التسارع بتاعه حلو، التسارع ده اللي هو انت وانت بتجري بالكورة هتكون كويسة، فمعززات المهارة بتاعته حلوة وتنفع قوي كجناح. هنا بقى بتقابلني مشكلة، وكل واغلب اللي بيتفرج عليا عارفها، ان مستوى جهد الهجوم بتاع اللاعب متوسط، فدي حاجة فصيلة موت يا جدعان، دي حاجة فصيلة قوي متوسط، وخصوصا ان هو ار دبليو، يعني دي ده فصلان. لا احنا عايزين حاجة مرتفعة اللي هو يطلع كتير قوي قدام، انما ده مستوى جهد الهجوم بتاعه متوسط، مستوى جهد الدفاع بتاعه متوسط، يعني تحسه هيلعب ار ام اصلا. تمام، مبدئيا التقويس بتاعه مش احلى حاجة برضو، بالإضافة لأن القدم بتاعته 4، يعني في شوية عيوب. فهل أنصح الناس تجيبه؟ لا، في ار دبليوات أحسن منه، يعني أغلبهم ميسي، يعني أقربهم ميسي، ميسي أحسن منه 100 مرة، ميسي الألتيميت. طيب نشوف ال ام ده برضو، ال ام ده مبدئيا طاقته شكلها جامدة. تعال نشوف ال أوف, اوف اوف المشكلة ال ام ده الحلو فيه ان هو متكامل، يعني ال ام ده متكامل، ومستوى جهد الهجوم بتاعه متوسط، ومتوسط يعني نقول مقبول ك ال ام. لو انت عايز واحد ما ي... لو انت بتلعب بخطة زي الخطة اللي انا بلعب بيها، يعني اللي هو كده 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 مش هيطلع قدام كتير، هتلاقيه ماسك لك خط النص كويس، هيكون حلو، هيكون حلو لو هتلعبه ال ام، هيكون حلو. لا وسريع كمان، وسريع والتقويس بتاعه عالي. لا بصراحة اللاعب ده يتحط في الحسبان جامد، بس هو يعني لو هنقول عيب فيه واحد بس كده، عيبه انه مستوى جهد الهجوم بتاعه متوسط. تمام، يلا كده نخش على السي بي ده على طول. اوه حلو 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 السي بي ده، حلو حلو السي بي ده، بس مشكلته مش اسرع حاجة في الدنيا، بس مبدئيا حلو. لا الدفاع بتاعه حلو، كل حاجة فيه حلوة جامد. اخ، لا، السي بي ده مش احلى حاجه، السي بي ده مش احلى حاجه، مش عارف ليه هي منزله لعيبه الابطال بالشكل ده، بس السي بي ده مش احلى حاجه، لان هو مستوى جهد الدفاع بتاعه متوسط، فانت هتلاقيه متقدم على طول، اجل سرو هيتسكحها هيضيع، بالاضافه لان هو قصير، محدش يجيب اللاعب ده، اللاعب ده مش حلو يا جدعان. وريني كده في كام نسخه، اللاعب ده مش حلو يا جدعان، اللاعب ده تقريبا ميت. الجابر ولا اسمه الجابر، تعالوا نشوف الجابر انظامه. السرعة 122، التسديد وسرعة الركض بتاعته بتزيد، حلو قوي، طاقته حلو قوي، جامد جامد جامد. الجابر ده على ما اظن ان هو هيكون جامد، كمان بيلعب في الهلال. لا شكله هيكون حلو قوي، والله العظيم بتمنى يا جدعان ينزل كارت لابو تريكا، والله يعني نفسي اشوف كارت لابو تريكا في يوم من الايام. ورينا الاسترايكر ده، الاسترايكر ده مش اسرع من الجابر، لا الجابر اسرع بس ده اطول. والمهارات بتاعت ده اعلى. وريني كده الجابر كان التقويس بتاعه كام، عشان لو هنختار بين ده وده. مبدئيا واحد يلعب رأسيات، الاتنين قريبين من بعض، الاتنين قريبين من بعض، واحد يلعب رأسيات والتاني هتلاقيه خفيف، يعني ده هتلاقيه خفيف حلو قوي، يعني على اغلب الظن الاتنين جامدين، يعني الاتنين مفيش فيهم اختلاف. وريني الحارس ده، الحارس بالنسبة لي طبعا كلهم اوفر، وما يعني ده الطبيعي اصلا. طب يلا كده بعد الكلام الكتير خالص كده، احنا اساسا بنشتري لعيبة، بختاروا لي واحد من الاسترايكرات او واحد من الناس اللي انا اخترتها وقلت عليها حلوة نبقى نجربها. تمام، نبقى نشتريها ونجربها، وانا اساسا يعني ايه اللي مش عارف ان انا ببيع الظاهر اهو، ببيعه ب 56 مليون و900، عشان فعلا زهقت منه عايز ابيعه. وريني كده هو سعره وصل كام اصلا، وريني سعره وصل كام، ما ادري اشوف سعر الظاهرة وصل كام الى الاخبار. ماشي ماشي، احنا بنبيعه باقل سعر وخلاص، كفاية عليه قوي كده معايا اساسا. يلا نخش ماتشاية كده ونروق على بعض، بس قبل ما نخش كده انا عايزك تدعسنا اللفاية، ادعس اللفاية كده، انا مش مشترك في القناة اشترك، انا بصور لك بالليل كده متأخر، واول ما عرفت ان في لعيبة يعني روق علي روق علي، وان شاء الله خير.
بس. فشكرا يا جدعان ان احنا عدينا ال 3000 مشترك، والله العظيم بالنسبه لي رقم حلو قوي قوي، فشكرا يا جدعان بجد. وانا هعمل فيديوهات جامده وهعمل حاجات كتير قوي جامده، بس يعني ايه، قلت اصور لكم فيديو الابطال ده قبل ما انسى عشان خاطر ان يبقى الواحد متروق عليه كده، يبقى الواحد متروق عليه كده، ما تقولوش هادي نسي حاجة. يلا نلعب الماتشات بتاعتنا اللذيذة ونركز فيها، وزي ما احنا مقررين احنا هنحط على اي حد، مفيش اي حد هيفرق لنا اصلا. يلا بينا يلا بينا، هات يا عم حكيم الكورة، هاتها يا مبابي، طب اشلي كول، حلوة يا ستونز. لا يا جدعان لا يا جدعان، والله العظيم ما عملت له حاجه يا جدعان، ما تدلوش، لا تدلو، يعتبر بتدلو جون لما بتدلو البتاع من هنا. الله يا مارتينيز، ده مارتينيز اللي صدها، عاش يا مارتينيز والله، عاش يا مارتينيز، عاش يلا. طب انت ازاي ما خدتهاش يا اسطى؟ يا اسطى عيب يا اسطى. ميسي 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 ميسي، عشان مودريتش لازم ياخدها بظهره، لازم ستونز. اوف ده طلعت اوف سايد، طلعت اوف سايد، مع ان بص ستونز بيمشي جنبه، كان خلاص يعتبر ستونز هو اللي هياخد الكرة الاول. بص 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 بص، جات له بثانية، جات له بثانية، بس الحمد لله ان هي ما تعتبر، ما اعتبرتش هدف، الحمد لله ان اعتبروها ايه. ببص لفين، انا ببص فين، غلطتي 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 غلطتي، الواد ازيبيو رخص، كله عمال بيجيبه، انا لو معايا قطنة لرانك كنت جبته بجد، لو معايا قطنة لرانك كنت جبته. يلا يلا كده نركز، نحاول نركز، عايزين عايزين نزعل الواد ده. هات يلا هات يلا الكورة يلا، اوه يا تشارلسون، اه يا عرضية كم ظلمته عندما لعبت العرضية، عاش عاش. هو الواد عمال يباصي ويشوت ويخرب الدنيا، وادي يا جت عرضية فاهم، حسبت الفوز ليا، يا جت عرضية حسبت الفوز ليا، زي ما احنا قلنا، ولا هنصيح على عرضيات ولا اي حاجة. طبعا اللي بيتفرج عليها جديد هيقول عليا نوب، ما يعرفش القرارات اللي احنا مقررينها، وما يعرفش قد ايه انا استحملت، وما يعرفش قد ايه انا اتفشخت في موضوع العرضيات ده، بس يعني تمام تمام والله، تمام والله يعني فاهم اللي هو. لا يا صاحبي والله العظيم ما نوب، تابع يا اسطى الحلقات اللي فاتت وهتشوف يا اسطى ان انا فعلا ما كنتش نوب والله، وان انا بعافر يعني. بص انا بعد الباصه، المس باص اللي باصاها الباشا ده، يا لهوي، الله الله الله، الواد عملها هجوم على فكره، يعني لو تاخدوا بالكم الواد عملها هجوم. تعالى احنا كمان نعملها هجوم، ونغير نحط ده هنا، نغير نحط ده هنا، ولما يبدأ الماتش بننزل جاكبو، ننزل جاكبو الشوط التاني بيلعب جاكبو حلو قوي. هو انا نسيت ابص على سعر جاكبو وصل كام، عشان انا جاكبو مش هبيعه الا وهو 40 مليون، بجد لاعب خارق جاكبو، مش فاهم ايه اللي حصل تخلي الكورة زي دي تضيع بجد. عاش ياض، عاش ياض يا تياجو والله، عاش ياض يا تياجو. معاش يلا بينا امبابي، اه يا ولاد اللذين، عاش يا ستونز، عاش يا ستونز، هد اللعب، خد خد ريتشارلسون، هتعرف تطير؟ انا عارفك مش هتعرف تطير، فاديها لمبابي، اصلا انا بنزلك اول الماتش كده كحلقة وتروح، بيبقى لسه فيك صحة، وعشان متطور وجاكبه مش متطور. ايه ايه ايه، بس 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 بس، هدي هدي اللعب، هدي اللعب، هدي اللعب، هدي اللعب، هدي اللعب، اوف 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 اوف، هيلعبها هناك، هيلعبها هناك في الحتة الفاضية اللي مفيهاش حد. عاش يا ستونز، اوف يا ام رابط يا ابن الكلب، الحمد لله الحمد لله، سطرت معانا قوي، سطرت معانا قوي. بس يا جدعان التليفون معرق، يا جدعان التليفون معرق يا جدعان،
التليفون معرق، هاد اللعب. خد يا عم رابط، شوف يا بلنجهام، حلوة حلوة والله يا ودي يا بلنجهام. عايزين نعملها دفاع يا رجالة، ننزل خلد بس كده كده خلاص الماتش خلص، اتمنى بس ان احنا نفوز. اوف 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 اوف، يخرب بيتك يا مبابي، يخرب بيتك يخرب بيتك يا مبابي. عاش عاش لينا، الواد اتجهر، انا على ما اظن ان الوقت اتجهر. هل الفوز بتاعي مستحق؟ بصراحة لا. بصراحة لا، والواد فرقته جامدة وكان بيلعب حلو، بس يعني عاش عاش لينا، عاش لينا يعني. هذه هي اللعبة، يوم لنا ويوم علينا، بس قشطة يعني، قشطة. انا هنزل لكم فيديوهات تانية كتير بإذن الله قريب كده، ونظبط الدنيا سوا يا جدعان. سلام عليكم.